هل يجوز للإنسان أن يأمر بالمعروف ولو لم يفعله، وأن ينهى عن المنكر ولو أتى هذا المنكر؟ لماذا لم يفعله؟ يتوب إلى الله ويترك المنكر ويدعو ويأمر بالمعروف، لا يجمع بين جريمتين، ترك الأمر بالمعروف وأنه لا يفعل المعروف، لا يجمع بينهم. ولو ما يدعو إلا إنسان صالح 100%، ما دعا أحد. كلنا عندنا ذنوب، كلنا عندنا تقصير، كلنا عندنا، فعلينا التوبة إلى الله ومحاسبة أنفسنا، وعلينا الدعوة إلى الله. ما نقول والله حنا عندنا ذنوب، ما حنا بداعين وحنا عندنا ذنوب، هذا من الشيطان. نتوب من الذنوب وندعو إلى الخير. نعم.